السلام عليكم. الدكتور بالخيري فتحي، أخصائي في الأمراض النفسية والعقلية من ولاية بومرداس. اليوم جيت نحكي لكم على الاكتئاب. الاكتئاب الشائع عندنا في الجزائر هي لا ديبرسيون رياكسيونال، ولا الاكتئاب الناتج عن المشاكل الاجتماعية والمشاكل العائلية ومشاكل في العمل. هناك عدة أنواع الاكتئاب وعدة درجات الاكتئاب. من بين أنواع الاكتئاب الجد معروفة، نقدر باش نسهل الأمور نقدر نقسم الاكتئاب إلى قسمين: لا ديبرسيون أندوجين إلى ديبرسيون إكزوجين. لا ديبرسيون أندوجين هي لا ديبرسيون ولا الاكتئاب الناتج عن عوامل فيزيولوجيا في الانسان، وين هذا المرض يخلق مع الانسان. نقدروا نمدوا امثله لي تروب البيبولير ولا ثنائيه القطب، ونلقاو الاكتئاب عباره عن مرض داخلي، ولا لا ديبرسيون ريكورونت واللي هي نقدروا نعرفوها ديبرسيون اللي تتعاود كل مره تتعاود مالغري يداوي الانسان وما يكونوش عنده مشاكل تقدر تجيه. هذول ديبرسيون اندوجين هي تابعه للامراض العقليه. اما لي ديبرسيون اللي تابعين للامراض النفسيه هي اللي نلقاوها كل يوم، اللي نقولوها حنا بالدارجه ديغوطاج، وين راني كاره ديغوتي، هذه هي لا ديبرسيون رياكسيونيل، وهي ناتجه عن ظروف اجتماعيه. مثلا الانسان يفقد العمل تاعو، الطلاق، مشاكل عائليه، مشاكل اسريه، هذه الضغوطات والتراكمات يقدروا يدوا الانسان الى اكتئاب حاد. وان جينيرال نلقاو الاكتئاب يصاحبه القلق. كاين درجات اكتئاب، كاين اكتئاب خفيف وللناس معرضين لهذا النوع تاع الاكتئاب، من ذاك يقول لك الانسان شهور وهو يقول لك راني كاره عندي مشاكل، ما يقدرش يركز في العمل، نلقاو يحط بزاف لي زاغي دو ترافاي، ما يخدمش ما يقراش. وهناك اكتئاب موديري يكون ماشي ضعيف وماشي قوي، لازم الانسان يتصل بالطبيب تاعو ويقدم له علاج باش ما تتازمش الامور تاعو. الدرجه الثالثه للاكتئاب هو الاكتئاب الشديد، والانسان يلقى روحه ما يقدرش يخرج، ما يقدرش يتكلم، ويخمم وعنده أفكار انتحارية. هذا الإنسان الأهل تاعه هما اللي لازم يدوه للمستشفى ولا يدوه للطبيب النفساني، لأنه وحده ما يقدرش. الأعراض النفسية هي الإحساس بالحزن، الإحساس بالقلق، فقدان متعة الحياة، والانطواء. والأعراض الجسدية هناك ثلاث أعراض جسدية معروفة في الاكتئاب، هو عدم القدرة على النوم، عدم القدرة على الأكل، ولا العكس الإنسان يولي يأكل بزاف، وثالث شيء هو عدم فقدان المتعة في العلاقة الزوجية ولا العلاقة الحميمية. الاكتئاب نلقاوه عند الناس اللي عندهم شخصية ضعيفة وما يقدروش يتأقلموا مع صعوبات الحياة. نقدروا نمدوا مثال، مثلا شاب يكون يقرأ في الليسي وبعد عندما يطلع الجامعة يلقى صعوبات، ولا في العمل ولا الحياة الأسرية ولا العلاقة الزوجية، يقدر ما يتقدرش يتحمل المسؤولية تاعو وين يدير اكتئاب، يؤدي إلى مشاكل في المحاكم، يؤدي إلى مشاكل في العمل، مشاكل في الأسرة، طلاق، وين حتى يقدر يؤدي إلى الانتحار. هناك إحصائيات تقول بلي 25% من حالات الاكتئاب تشفى بدون طبيب. تبقى 75% من حالات الاكتئاب، 50% منها الإنسان يروح للطبيب ويبقى له، هذا يقدر يبقى له المرض مزمن، خاصة إذا الأسباب اللي أدت إلى الاكتئاب ما عندهاش حلول، و 25% بعد العلاج يقدروا يعالجوا ويبراوا ويحبسوا الأدوية اللي كانوا ياخذوا فيها. مرض الاكتئاب هو من بين الأمراض الأكثر شفاء. عندما تتجه إلى الطبيب، الطبيب سوف يقوم بالتشخيص أول حاجة، وبعد يشوف شدة الاكتئاب عندك ولا درجة الاكتئاب عندك، على حساب درجة تاع الاكتئاب راح يبدأ العلاج معك. مثلا الدرجة الأولى تاع الاكتئاب ولا الاكتئاب الخفيف ماشي راح يعطيك أدوية، راح يفهمك وشنو هو الاكتئاب ويقول لك كيفاش دير الطرق كيفاش تبرأ وحدك من الاكتئاب، ولا يوجهك لطبيب نفساني. ثاني شيء الاكتئاب اللي نقدروا لازم نعطوا الأدوية هو الاكتئاب المتوسط والاكتئاب الشديد. هناك عدة أنواع من الأدوية، أدوية الاكتئاب، ومعظم أدوية الاكتئاب عكس ما يظن الناس أنها أدوية فيها إدمان، لا، معظم أدوية الاكتئاب ولا مضادات الاكتئاب ما فيهاش إدمان، وعلاج لا ديبرسيون بوندون 6 موا نقدروا نداويوها، مور 6 موا هذاك راح نحبسوا الدواء ونمروا لطرق أخرى للعلاج وهي طرق نفسانية.